هل يجوز للرجل أن يقوم بعمرة لزوجته وهي على قيد الحياة وبصحة جيدة؟ لا، ما تجوز النيابة عن القوي الذي يقدر على المجيء والحج والعمرة بنفسه، لا تجوز النيابة، إنما تجوز النيابة عن الميت، عن الميت أو عن العاجز عجزا مستمرا ولا يستطيع يحضر ولا يتوقع أنه يستطيع، هذا تجوز النيابة عنه. أما الإنسان القادر والقوي في بدنه المعافى فهذا لا تجوز النيابة عنه، يحضره ويؤدي النسك. نعم.